طاجنين اهم فيهم زغليل بسم الله ما شاء الله، والاهالي بتاكلهم ما شاء الله لا قوه الا بالله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم، ازيكم وحشونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم مصطفى. النهارده الفيديو حكايتي مع ام ابراهيم. حكايتي مع ام ابراهيم بدات ازاي؟ الاول اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، وتعالى على طول نبدا الفيديو. الحكايه ان ام ابراهيم كلمتني عايزه قص لحم وعايزه قصين زاجل. طلبت مني القص اللحم يكون لسه اول شغله، ما حصاش عندي. الكلام ده من حوالي 10 ايام. اتفقنا اني هديها القص اللحم، وليكن القص اللحم ده مثلا، طبعا شحنت الحمام بس انا بوري لك ازاي القص ده مثلا انا بجهزه ان هو يحص عندي. طبعا كلكم عارفين انا ببيع الحمام ازاي. انا بجهز الشباب في اوضه تانية كده لوحدها، جوز اللي اشوفه هيشتغل خلاص اول شغله اجيبه في السلاكه كده اجربه، يبيض عندي البيضه الاولى والبيضه الثانيه، اكشف على البيض، البيض عمران، ابدا اعرضه للبيع، ما ببيعش غير كده. لكن طبعا هي عايزه القص اول شغله، فجهزت لها القص زي ما هو كده تمام التمام قدامي، لكن لسه ما حصاش. القصين الزاجل فما فيش مشكله فيهم، ما نتكلمش فيهم. المهم برضو ان هم كانوا في السلكات زي كده، بس انهم ان هم يبيضوا او ما يبيضوش، هم كانوا شغالين قبل كده يعني فمتجربين، لكن انا ما اعرفش هم يبيضوا امتى. خلاص تمام، كلنا حاطينهم كده في السلاكه ما نعرفش هيبيضوا امتى. طيب هتبعتي امتى يا ام ابراهيم؟ انا هبعت السواق بكره من جنبنا من جنب البيت عشان يجيبهم لي ويكون قريب مني. يعني طبعا المسافه بيننا وبينهم، بلد بيننا وبينهم حوالي 40 50 كيلو، مش بعيده يعني. لكن هي ايه، قالت ان هي تبعت مع السواق الفلوس، اللي هيجيب الحمام هياخد الحمام ويعطيني ثمن الحمام، فما كانش المشكله في كده يعني. لكن هي طبعا عشان سيده، انا كنت بصور الحمام لاي حد، افضل يعني يكون كل شيء موثق، بصور له الحمام كده بالشكل ده في السلاكه مع بعضه، وان كان محصي بحصاه وان كان بزغليل نصوره بزغليله على الطبيعه، وبنقول اللي هيشتري على كل شيء في الحمام ده. لكن طبعا هي عشان هي سيده، فانا احرجت ان انا اطلب منها واتس، او هي ما عرضتش عليا واتس، فانا احرجت ان انا اطلب منها واتس، ان انا ابعت لها صور الحمام، اصور لها الحمام وابعته لها على الواتس. فهنبعت السواق بكره. حاضر يا ام ابراهيم. ماشي يا ام ابراهيم. السواق ما جاش بكره، ما جاش لي يا ام ابراهيم، اصل كان عنده ظروف. المهم بعدها سكتت كام يوم، قلت يمكن صرفت نظر. بعدها بكام يوم طلبتني، قالت السواق هيجي بكره. السواق ما جاش بكره، هيجي بعده. ماشي هيجي بعده. المهم اليوم اللي هي قالت خلاص السواق هيجي اكيد، قلت لها حاضر يا ام ابراهيم. فبصيت لقيت القص اللحم النتايه عليها حصوايه، هتبيضها النهارده او هتبيضها بكره مش متذكر بالظبط، بس لقيتها عليها الحصوايه خلاص هتبيض. وبصيت لقيت قص من القصوص الزاجل، طبعا كان كل واحد كده في سلكه زي كده، بصيت لقيته برضو النتايه عليها حصوايه، اصبح اتنين عليهم حصوايه. ليه انا بقول لك الكلام ده؟ عشان انا اتعلمت من الدرس ده، ولازم انت كمان تتعلم معايا. انا مش زعلان منها ام ابراهيم ولا حاجه، لكن انا برضو بقول المشكله دي علشان كل واحد فينا ما يقعش فيها تاني. طيب المفروض ان انا ما شحنش حمامه وهي عليها البيض، لكن طبعا هم دول اللي انا اخترتهم لام ابراهيم، فما عادش ينفع، وحبيت ان انا اكرمها فاعطيها احسن حاجه، فقلت يبيضوا عندها، اما تبيض عندها الحمام تفرح بالبيض، ان الحمام بيض عندها اول ما جالها بيض عندها على طول. لكن جت المشكله ما حصلش كده. فانا طبعا كنت اتمنى ان هم مش يبيضوا عندها بيض، ان هم يبيضوا حتى عندها زغليل، ينزل زغليل على طول عشان تعرف ان انا مديها حاجه كويسه، كنت اتمنى كده. لكن اللي حصل ان انا اديت لها الحمام وانا خايف ان هو من الرجه بتاعه الطريق وتغيير المكان الحمام يتحشر فيه البيضه، ما يبيضش البيضه او ما ينزلش البيضه. وفعلا ده اللي حصل. اطلبها تاني يوم بعد ما شحنت الحمام، ايه يا ام ابراهيم الحمام باض، انت زاجل وانت لاحم بعضهم، تقول لي لا مفيش حاجه. ثالث يوم مفيش حاجه، ايه يا ام ابراهيم؟ طب ابعتهم لي، ابعتي لي اللي ما بضوش تاني، الحق انزل لهم انا البيضه، ما ينفعش الحمام خساره يموتهم هيتعبوا من البيضه المحشوره فيهم. تقولي بعدها بكام يوم قالت لي ان تا زاجل ان هي ما عليهاش بيضه. قلت ما يهمش، يمكن نزلتها في اي مكان، قلت مش مشكله. طب ابعتي لي القص اللحم اغيره لك، او ابعت لك فلوسه، او اي حاجه اللي انت عايزاه، او عايزه تبعتي الحمام كله مفيش مشكله، المهم نلحق الحمام
ما يتحشرش فيه البيضة، ممكن تموت النتاية، البيضة لو اتحشرت في النتاية ممكن تموت. لا، وقالت لي كلمة يعني أول يوم لما خدت الحمام وحطته في السلاكة أو حطته عندها ما عرفش، لقيتها بتقول لي يا عم مصطفى الذكر اللاحم مش بتاع النتاية اللاحم دي، وهي النتاية عليها بيضة وهتبيض، وهي جست البيضة وقالت لي إن هي عليها البيضة محجرة فيها البيضة. ما عرفش كل ده وشك فيا، أم إبراهيم متابعاني على القناة وهي شك فيا بعد كل ده، يعني كل اللي أنا بعمله ده وكل اللي أنا الإخلاص اللي عندي إن أنا والله عايز أديكي النتاية مش تبيض بس، أنا عايزها تبيض زغليل. شوف لو أقدر أعمل كده كنت عملت كده. دي كلمة دي مزعلاني قوي، النتاية مش بتاع الذكر ده، بقى أنا حاططها هنا مع بعض كده ومتجوزين بعض بالشكل ده في سلكة واحدة في عيون، وبستناها إن هي تبيض عشان أسلمها لزبون، وبعد ما بقى عليها بيضة وباضت وتقولي الذكر ده مش بتاعها، طب أنا أديكي ذكر مش بتاعها ليه؟ بعدها بكام يوم وفات اسبوع لقيتها بتقول لي خلاص يا عم مصطفى النتاية باضت. قلت لها طيب الحمد لله، الحمد لله ام ابراهيم النتاية باضت. خلاص اما النتاية باضت انا ارتحت، عرفت ان هي النتاية ممكن تكون باضت البيضة الاولى في اي مكان او سقطت منها اتكسرت في الكرتونة او اي شيء، يعني مش مشكلة البيض، المهم صحة الحمامة بعد كده في التاني. طب هتعملي ايه ام ابراهيم؟ قالت خلاص سيبهم بقى حلوين انا عايزاهم، وشوف لي كمان قص زاجل. الحمد لله انها اتردت، بس انا بصراحة انا تعبت من المشكلة وكنت عايز اخلص من المشكلة، فمش عارف اخلص من المشكلة دي ازاي، فهي جت من عند ربنا ان تا نزلت البيضة. بس اتعلمت انا من الموضوع ده درس ومش هنساه تاني ابدا، الدرس اللي انا اتعلمته ده ازاي يعني. والله بعدها على طول كان فيه واحد عايز مني قص لحم، وكان في المكان ده، كان هنا بالظبط كده، وصورته له وقلت له تعالى خده، فهو حدد ميعاد قال لي يوم الجمعه بعد الصلاه، فانا طلعت يوم الجمعه بعد الصلاه لقيت النتايه بتبيض، النتايه قاعده تبيض، قاعده خلاص بتنزل البيضه. فقلت له معلش انا يعني لو اديتك النتايه ممكن النتايه تتعب ولا حاجه البيضه تتحشر فيها. والله ده اللي حصل. فقلت له معلش سيبني نص ساعة أو ساعة كده لو تشرب شاي على القهوة ولا حاجة. فالراجل معرفش زعل مني ولا إيه، فخد بعضه ومشي. بس معلش والله أنا يعني كان قصدي إن أنا أعطيك حرصي إن أنا أعطي الزبون أو ما بعتبره الزبون كلكم أصدقائي وإخواتي، عايز أعطي كل واحد أحسن حاجة عندي. فده اللي قلت له معلش باخدها إن شاء الله، تاخدها بالبيض بتاعها بس استنى عليها لما تنزل البيضة. على هو لان هو اللي حدد الميعاد، انا لو انا اللي محدد الميعاد هقول لك استنى لما النتاية تحصي واكشف على البيض، ده لو انا اللي محدد الميعاد. طيب حد هيقول لي طب انت بتعمل ايه في البيض وفي الزغاليل اللي انت بتشيلها ديت، انت بتقعد تقول لنا انت بتسيب البيض؟ طيب هقول لك انا بعمل ايه اهو، تعالى كده اهو، ده اللي انا بعمله. لو شفنا دول كده هم دول ثلاث زغاليل اهو، ده اللي انا بعمله. هتلاقيني عامل كده مش بتصرف يعني، هم دول ثلاث زغاليل اهم بسم الله ما شاء الله، وبحطهم للاهل يتاكلهم، وبحط ثلاث بيضات وبحط اربع بيضات. هنشوف هنا بسم الله ما شاء الله كام زغلول، طاجنين اهم فيهم زغاليل بسم الله ما شاء الله، والاهل بتاكلهم ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله لا قوه الا بالله، قول ما شاء الله لا قوه الا بالله. اربع زغاليل هنا اثنين وهنا اثنين اهو، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا لازم أتصرف، أنا مش هرميهم أو أسيبهم يموتهم أو أسيب البيض يبوظ، المهم إن أنا أنقذهم. وهنا برضو لو شفنا أهو، أنا برضو حاطط لهم دول قص زاجل، حاطط لهم زغلول لحم، هتلاقيه باين حتى أكبر منه. هنا كمان أهو بسم الله ما شاء الله، برضو هنا قص زاجل حاطط له، لما تلاقيه ثلاثة زاجل وواحدة لحم، أربعة هم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فلازم أشغل نفسي برضو، الموضوع مش بالسهل كده. أنا محضن أهو برضو أربع زغاليل من الحمام اللي أنا ببيعه، الحمام اللي أنا ببيعه معاه زغاليل أو معاه بيض بحضن كده، وبرضو بتابعهم هتلاقي فيهم برضو ضعيف، فلازم أكل أو أنقل، يتأكل يدوي يتنقل. انا هنقل من دول برضو واحد او حاجة، هسيبهم يبقوا ثلاثة بس بعد ايه لما الاقي مكان كده مناسب او منقل فيه، لكن مفيش مكان مناسب باكل يدوي الزغلول الضعيف. يعني امر عليهم مرة كده في اليوم، الجعانة اكله واللي عايز مية اعطيه مية، ما هسيبهمش كده الاربعة من غير متابعة. شوف هنا انا حاطط برضو هو اربع بيضات، اللي يفقس منهم بتابعه، وطبعا كاتب عليهم التواريخ لو شفنا هنا
اهو زي ما انا ايه البيض الحمام باض، بكتب التواريخ اهو، شوف هتلاقيهم في 4 ايام مختلفين، 1/12 و2/12 لحد 4/12. بعد ما يفقسهم ببدأ انقل اهو، يوم 1 و2 و3 و4 اهم، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. اللي يفقس منهم قبل التاني بتصرف، لما تشوف الزغال المهم يفقسوا عندي وانا هتصرف بنقل بعد كده. طيب المهم اللي استفدته من الموضوع ده وخدت درس جدا، ان انا مش هشحن لحد حمام الا بعد تصوير الحمام في الواتس. حكايه ام ابراهيم علمتني درس كتير، ارجو ان انتوا كمان تكونوا اتعلمتوا منه، انك ما تشحنش لحد حمام غير بعد ما تبعت له فيديو على الواتس، الفيديو يكون موثق، نبعت له الفيديو على الواتس، وفي نفس الوقت ما تشحنش حمام وعليه بيض، تمام؟ ما تشحنش حمام وعليه بيض، ولازم تصور الحمام فيديو قبل ما تبعته للمشتري. واحنا ما بنعتبرش الناس اللي معانا مشترين، اللي بياخد حاجة بنقول له لو فيها اي شيء معاك اسبوعين، لو في حاجة رجع الحمام، لو الحمام ما حصاش عندك بعد اسبوعين الحمام بتاعي. ده اللي انا بقوله لاي حد بيشتري مني قص لحم او قص زاجل. احنا في موسم الانتاج ما ينفعش يقعد عندك اكتر من اسبوعين من غير ما يحصي، دي حاجة. لكن في حاجة كمان لازم اقولها برضو، علشان برضو بعض المربين او بعض المشترين بيعملها، هو اشترى مني قص مثلا لحم وحطه في العين دي، حطه في العين دي مثلا اسبوع، الحمام ما باطش بمدة اسبوع، ام شايله من العين دي بعد اسبوع ام نقله هنا، بعد اسبوع ام نقله لي هنا. طيب ما هو هنا هياخد برضه مدة تاني على ما يتعود على المكان. اعمل حسابك ان انت لو نقلته من مكانه من مكان لمكان، حطيته في شيلته من هنا حطيته في المكان ده تاني هنا، هتبدأ تعد من اول وجديد. يعني ما تجيش تقول لي الحمام عندي بقاله كتير، لا، المهم في المكان ده بقاله قد ايه. الحمام عندك في نفس المكان بقاله قد ايه، من هنا تبدأ تحسب. لو هو بقاله هنا اسبوعين قول لي ان الحمام ما باطش اسبوعين، لان المنظر ده حصل برضه مع حد، اجي الحمام ما باطش، قلت له ليه انت نقلت الحمام؟ قال لي اه انا نقلت الحمام كان في مكان ونقلته في مكان. قلت له ما هو ده السبب، سيبه مستقر في مكان واحد، ساب الحمام مستقر في مكان واحد، وبعد ايه 10 ايام قال لي الحمام باض يا عم مصطفى الله يبارك لك. والحمد لله احنا بنتابع مع الناس اللي بتشتري مننا حمام لاحم او حمام زاجل، مفيش اي مشكله الحمد لله. لو في اي مشكله احنا معاكم. كده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.